تروح فيها هي صنع الكرافت والهاف. هاي الشبابيك طبعا من شركة ميدوسان التركية. الشبابيك عبارة عن يو بي بي سي، فيها مواصفات عالية الجودة من حيث عزل الصوت من حيث عزل الحرارة. تمام، فبدي رأيك الشخصي بالنسبة للشبابيك وانطباع العميل عن الشبابيك اللي ركبناها، كونك انت مسؤول التركيبات ومسؤول الجودة في الشركة عندنا، شركة سلطاني للأبواب والنوافذ. فبس حابب تعطينا رأيك وانطباعك عن الشبابيك وتعطينا شوية شرح عليهم طبعا. بالنسبة لانطباعك وانطباع العميل. بالنسبة للعميل هذا له زمان بيشتغل بالشبابيك الألمنيوم، فنحن حبينا ندخل في هذا المنتج عليه باليو بي بي سي اللي هو مو متواجد كثير في السعودية. فالفرق في المواصفات، شافوا الشبابيك هاي طبعا هاي الميزة فيها عزل الصوت والغبار أفضل بكثير من الألمنيوم. نعم، زائد الزجاج الدبل جلاس عزل الصوت جدا ممتاز. طبعا الزجاج بيجي هو 6 ملي وفراغ 6 ملي و6 ملي الجهه الثانيه. نعم طبعا بالنسبه له كمان حتى مقاومته للشمس جدا ممتازه. هذا الناموسيه او الفايسكرين، هذا الشبك طبعا ناموس بيتميز بانه هو يعني طريقه جديده جدا، ما بيجي ثابت ومع الزمن ممكن ينخرم او يتشقق. فهذا كمان الشيء اللي يعني كثير عجبه للعميل. طبعا حاسس بدل حتى اللون مقارب جدا للون طول جدا يعني اللون الجاي نفسه جاي مع نفس اللون اللي وهي فكره موجوده كانت سابقا في السعوديه مع شبابيك الالمنيوم لا ابدا ما كانت موجوده. فهو اليو بي بي سي الشيء الحلو فيه انه يعني افكار كثير جديده وحركات ومفصلات ما هي موجوده كانت في الالمنيوم. يعني مثلا عندك الشباك ممكن يفتح بشكل مفصل، ممكن يفتح بشكل سحاب، ممكن يفتح في طريقه اسمها دبل اكشن يفتح بشكل مفصلي وبصير كمان سحاب وبيفتح بشكل عمودي. فهذا الشيء اللي يعني جذب الزباين كثير، وكمان سلاسه شوف لو تلاحظ سلاسه الفتح والغلق. يعني هي ظرفه دبل جلاس 6 ملي في النص ورا، فوزن الظرفه، فانت لو تلاحظ شوف كيف السلاسه اللي جايه. وحتى سماكة الطرف انا شايفها 6 سم، سماكة عالية جدا، فوزنها كثير ثقيل. فانت لو تلاحظ انه تشوف السلاسة اللي موجودة في الشباك بتقول ما هو وزن شايفها السلاسة. زاد الاكسسوارز اللي موجودة كمان، اذا بتفضل انت جوا شوف كيف يعني نشرح الاكسسوارات. هذا الاكسسوار هذا كمان موجود جودة عالية جدا. نعم جودة عالية جدا. المقبض الموجود يعني الاكسسوار يعني تلاحظ الباب قفل تقفيله ممتاز. نعم شايف. والكمان اللي لاحظته كمان اللي ممتاز فيه الحبيبات اللي موجودة بين الأزازين الربع، هي الحبيبات بتمتصل بطولة. يعني لو صار مثلا جوا جو بارد برا حار فهون ما بيغطيش. ليش؟ لانه في بين الازاز في حبيبات بتقدر تمتص كل الرطوبه اللي هي موجوده. هي نفسها عباره عن هذا بار بيعزل الحراره. ايوه هو نفسه بيعزل الحراره وبيعزل الرطوبه. فهذا كمان الشيء اللي طيب نحن بالنسبه طبعا لقطاع اليو بي بي سي هو عباره عن قطاع هذا مدعم بالحديد المجلفن. الحديد المجلفن هذا اللي بيعطي قوه متانه للشباك. طبعا سماكه الحديد ملي ونص بيجي جلفانايزد مجلفن، بيجي على الطرفه وعلى الحلق بحيث انه يعطي قوه متانه وما يصير